بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا قد بدأنا القراءة من بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال، يعني المتساويين إجمالا، والأقران والإخوة وبني العم والأقارب وتأكده وقلته في غيرهم وضعفه. ويقولون لدينا الحسد يقولون في الأقارب، يقولون في الأقارب، وهذا لا يعني التعميم، وهذا لا يعني التعميم. فرب أخ لك لم تلده أمك ولا تحسده، بالعكس ممكن أن تغبطه، ولكن يمكن إن رأيت نعمة حلت به دعوت الله عز وجل أن يتم نعمته عليه وأن يبارك فيه، أن تكون من حلال وفي حلال إلى آخره. وقبين الإمام غزالي أن من فيه حرفة، من فيه صفة، مثلا الطبيب قد يحسد الطبيب ولا يحسد النجار، والشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد الجبان. يحسد الجبان على إيش؟ كنا قد ذكرنا بالأمس البخيل، أن من يزوج البخيل تموت زوجة البخيل كل يوم عدة مرات. طب والجبان؟ وأيضا يعيش الموت ليل نهار. الشجاع يموت مرة واحدة، والجبان يموت في كل يوم، البخيل يموت في كل يوم، لأنك حينما تخرج الدرهم من البخيل وكأنك تنتزع الروح منه. يمرض. قال رحمه الله، رحم الله الإمام الغزالي ورحم علماء المسلمين أجمعين وطلبة العلم ومحبيهم، وألحقنا جميعا بالصالحين. قال: فالفرق بين العلم والمال، لأن هنالك من يحسد على المال وهناك من يحسد على العلم. العالم يحسد عالما، العالم يحسد عالما، والتاجر يحسد تاجرا، وليس تعميما، وليس تعميما. وقلنا أنك تحرس المال والعلم يحرسك، أيهما أولى بالتحصيل؟ المال، إذا كان لديك مال اليوم، اطلعت على خبر هكذا، شارع للأغنياء في لندن معروف، فإذا بالحرمي السراق يسافرون بالطائرات بعدما يرون بعض هؤلاء يصور نفسه ويتجول في البيت، فيحفظون حرمي محترفون، فيحفظون المداخل ومخارج البيت من التصوير، انظر كيف، فيسافرون بالطائرة فيذهبون إلى بيت فلان من المشاهير والأغنياء فينظفون البيت، فينظفون يعني يسرقون طبعا يعني. فبدأ الحديث عندهم عن شركات الحراسة، وصل الكلام إلى أن بعض البيوت بحاجة إلى مئات الألوف من الجنايات الإسرائيلية لتكلفة حراسة سنوية، مئات الألوف. ولديهم بعضهم لديه هذا المبلغ، ليس بشيء لديه، لكن انظر، المال بحاجة إلى حراسة بمال، هو حارس شخصي، ما هو له معاش، وثلاث ورديات كل 8 ساعات ويكون أكثر واحد إلى آخره، وكاميرات المال أنت تحرسه، والعلم يحرسك حتى يدخلك إن شاء الله باب الجنة. إحنا لما نمسك بيد واحد حراسة، نمسك بيد الطفل مثلا حتى ندخل البيت، صح؟ يعني أمان البيت، ثم تترك الطفل بعد ذلك، دخل
مش هيك؟ والعلم يحرسك. فالفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن اليد الأخرى، والعلم في قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه، وأن المال أجسام وأعيان ولها نهاية. أعجبني قول بعض العارفين، لأن الطبيب يعرف وأنت تعرف وهو يعرف وأنا أعرف، ولكننا لا ننتبه. على ماذا؟ قال كل الطعام بعد اللها واحد. بعد ما تبلع كل الطعام اللي اشتريته بدرهم واللي اشتريته بمئة واللي اشتريته بألف كل واحد، اللي مزين واللي مرتب ما تبلغت به يساوي الخروف المحشي. ما بقولكش ما تأكلش خروف محشي، لكن بعد ما دخل الحلق كل واحد. وبعد ما تطلع أنت من المحل، بعد ما تشتري الملابس، لا أحد يعرف ثمن ملابس أنت لابسها. وشو بدي أعرفني شو ثمن هذا المعطف؟ وما يهمني أنا اسم الشركة اللي أنت في الداخل مكتوبة. المهم بالنسبة لك أنه يدفئك شتاء. هذه الوظيفة، هذه إيش الوظيفة؟ وأن المال أجسام وأعيان ولها نهاية، الأشياء لها أعمار والناس لهم أعمار والخراف لها أعمار والأدوات لها أعمار. ألا يكفيك ما يقال عن بعض القضايا أنها لها تاريخ صلاحية؟ بل كل شيء تراه له، كل شيء تراه بعينك المجردة في هذه الدنيا له أجل، له إيش؟ أجل. فإذا تحدثنا عن الكون إشارة، بدي أفهمها الإشارة، والشمس تجري لمستقر لها أجل، يعني بتروح الشمس تقعد في محل معزز مكرم عيدت. وأن المال أجسام وأعيان ولا نهاية، فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مال يتملكه غيره، والعلم لا نهاية له ولا يتصور استيعابه. فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم، ولم يكن ممنوعا منه ولا مزاحما فيه، فلا يكون في قلبي حسد لأحد من الخلق، لأن غيره أيضا لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته، بل زادت لذته بمؤانسته، فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة. فإن نعيم العارف وجنته معرفته التي هي صفة ذاته، يأمن زوالها وأبدا يجني ثمارها، فهو بروحه وقلبه متغذ بفاكهة علمه، وهي فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة، بل قطوفها دانية. فهو إن غمض العين الظاهرة فروحه أبدا ترتع في جنة عالية ورياض زاهرة. فإن فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين، بل كانوا كما قال فيهم رب العالمين: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا حالهم وهم في الدنيا، وهم بعد في الدنيا. فماذا يظن بهم عند انكشاف الغطاء؟ فبصرك اليوم حديد، حاد يرى ما لم يكن يرى، ومشاهدة المحبوب في العقبة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول عمل. ذكر اللذة عدة مرات، ثم إن الطعام الذي تأكله لا تتلذذ به بعد أن تبلعه، والعلم تتلذذ به أكثر بعد بلعه. بعد ما تستوعب العلم يكون لديك في الوعاء، كلما هضمت تلذذت أكثر، وذاك الطعام قد تتأذى، قد ينتفخ البطن وقد
تحترق المعدة، وقد تلتهب الأمعاء، وقد ما من لذة في هذه الدنيا إلا ويتبعها اللذات المادية، يتبعها بعض المتاعب. اللذات المادية دائما أبدا يلحقها بعض المتاعب مشقات، إلا اللذات العقلية اللذات القلبية لا تعب بعدها، على العكس كلما زدت منها تريد أكثر، تريد إيه؟ تريد أكثر. ولذلك رحم الله الشيخ عبد الفتاح أبو غدي، كتب كتابا على العلماء العزاب الذين اختاروا ألا يتزوجوا، لا رهبانية، لكن إنسان لم يرى في نفسه الحاجة، لديه أهم أو ألذ، لديه أهم أو ألذ أو هما معا. وللتدليل على هذا، ذاك العالم الذي في ليلة عرسه، في ليلة إيش؟ عرسه، وضع الأقلام والأوراق والدفاتر والكتب، أراد مثل كل ليلة أن يشتغل إيش؟ بالعلم. وليلة العرس وقفت أمامه، وقفت أمامه عروس، نظر إليها ونظر إلى كتبه، لذتان اعتبر أنهما لا تجتمعان، فقال لها الحقي بأهلك. أنت تقول يا لطيف، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم الطف بنا. هو من لطف المولى عز وجل به إن شاء الله أنه من البداية اختار هذا الطريق، عرف أن قلبه وعقله ووجدانه مع هذه الكتب، ورأى أن ذلك يفسد هذا. كان قبل بيجي قبل 20 سنة، قبل 25 سنة، قبل أمسكت بكتاب، والله زيها الخير أم محمود أهدتني كتابا، كانت في الخليل، الله زيها الخير، في مدينة خليل الرحمن، فمرت بمكتبة الدنديس واشترت لي كتابا، اشترت لي تهافت التهافت لابن رشد رحمه الله في رده على الإمام الغزالي، ففرحت فرحا كبيرا يعني بهالهدية هذه، يعني فكرت فيه في رزيه الخير. لكن قبل 20-25 سنة كنت أمسك بكتاب، ولا طالما أمسكنا بالكتب، وكانت يعني تعمل بعض أعمال يعني تحضر طعاما، ونظرت إلى الكتاب وكأن كتاب ضرتها، فأمسكت بالكتاب وأبعدته جانبا وقالت حط يدك معنا شارك. لا يعني حقيقة الزواج يعني أنك لك دور، انتهي من هذه الأدوار كلها رعاية وقوامة وحفظا وصيانة وإرشادا، وقم عليهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، كان يرثي ثوبه ويخصف نعله، كان يصنع شيئا يخزن شيئا، كان يحلب شاته، كان فعندك أدوار جميلة جدا قم بها. ولذلك مرات كنت أنتظر حتى يتأخر الوقت ليلا ثم أبدأ الكتابة، القراءة والكتابة مثلا. لذة لا يعرفها إلا من جربها، قال قطوفها دانية لا مقطوعة ولا ممنوعة، متى ما أردت الكتب. واليوم الكتب أين موجودة؟ على الهاتف. طبعا لذة النظر في الكتب الورقية غير، ها؟ فإذا لا يتصور أن يكون في الجنة محاسدة، لا محاسدة، لا مشاعر سلبية في الجنة، حتى لو كان بينك وبين فلان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مع من أخطأنا في حقهم وأخطأوا في حقنا من أهل لا إله إلا الله، أن نكون جميعا في الجنة. وقد نزع ما في صدورنا من غل إخوانا على صدور متقابل، لا محاسدة، لأن الجنة لا مضايقة ولا مزاحمة فيها، ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى.
أقبل على معرفة الله تعالى التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضا. فأهل الجنة بالضرورة براء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعا. مرة ثانية، فأهل الجنة بالضرورة براء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعا. بل الحسد من صفات المبعدين عن سعة عليين إلى مضيق سجين والعياذ بالله، وذلك وسم به الشيطان اللعين. وذكر من صفاته أنه حسد آدم على ما خص به من الاجتباء، ولما دعي إلى السجود يعني الشيطان استكبر وأبى وتمرد وعصى وعلى نفسها جنت براقش. فقد عرفت أنه لا حسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لترى الناس يتحسدون على النظر إلى زينة السماء. الإنسان يتفكر في ملكوت السماوات والأرض لا تحسده، بل على العكس يمكن أن يتهمك بالجنون أو تكون هائما، ليس هائما على وجهك، محبا تكون إيه؟ محبا. ويتحسدون على البساتين التي جزء يسير من جملة الأرض، وكل الأرض لا وزن لها بالإضافة إلى السماء، ولكن السماء لسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار، فلم يكن فيها تزاحم ولا تحاسد أصلا. مؤخرا بعض الناس ذكر لي، يعني أراد مني أن أتدخل في إصلاح. وما المشكلة؟ طريق عام، طريق ماله؟ عام. حتى أنا في صغري أو منذ صغري، منذ نعومة أظفاري وأنا أستخدم هذا الطريق. الآن رجل يريد أن يشتري أرضا في نهاية الطريق، ويريد أن يقطع الطريق من أوله على أساس أنه طريق خاص، وهو يخدم بيوت كثيرة. أصلا الناس العكس تفعل، لا يكون هنالك طريق للناس، تقول لهم هاي طريق تفضلوا على حسابنا، خذوا جزء من الأرض، هذه طريق. أعرف تماما رحمهم الله من فعلوا على وجه الحقيقة. الناس تفعل، وأين حقوقي؟ أنت جار جديد، جار جديد، وأول شيء تفعله تريد أن تقطع الطريق، وأنت تارك الطريق، وأنت تارك الطريق، وتارك الأرض، وتارك الملك هذا الفاني. ألا تفعل خيرا تقبل به على الله عز وجل؟ فعليك إن كنت بصيرا وعلى نفسك مشفقا أن تطلب نعيما لا زحمة فيه، ولذة لا مكدر لها، ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب ملكوت السماوات والأرض. ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضا. فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله تعالى ولم تجد لذتها، وفتر عنك رأيك وضعفت أو وضعفت فيها رغبتك، فأنت في ذلك معذور. إذ العنين لا يشتاق إلى لذة الوقاع الذي لا يقدر. إن الله وإن إليه راجعون. قال إذ العنين لا يشتاق إلى لذة الوقاع، يعني مثل المجبوب، مثل الذي يعني لا قدرة له على إتيان النساء من أصل الدنيا، من أصل إيش؟ الدنيا. قال العنين لا يشتاق إلى لذة الوقاع، كيف يشتاق إلى شيء هو لا يعرفه؟ كيف يشتاق إلى شيء لا يعرفه؟ والصبي لا يشتاق إلى لذة الملك. آخر شيء في ذهن الأولاد الصغار الذين يلعبون الآن أن يصبح ملكا. فإن هذه لذات يختص بإدراكها الرجال دون الصبيان والمخنثين، فكذلك لذة المعرفة يختص بإدراكها الرجال. يعني إذا كان قصده، ويبدو أنه فيها شوية تحيز، فيها شوية إيش؟ تحيز. ذكر هنا الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
إذا كان الأمر يتعلق بالمساجد، الحمد لله رب العالمين الذي خفف عن النساء فلا تجب الجمعة على النساء. لما يكون تخفيف؟ هب أن امرأة حدث عن حالتين، في نهاية حملها أثقلت في الحمل، شهر تاسع الأسبوع الرابع تكاد تلد إيش؟ ويوم جمعة وتقولها واجب، قولها فرض عليك تروح إيش؟ صلي الجمعة، تثقل ولا لا؟ هب أنها ولدت وطهرت ولديها رضيع الآن، بل لديها توأمان أو ثلاثة، وتقول لها واجب عليك في كل جمعة، إذن هو تخفيف من ربك ورحمة سبحانه لا إله إلا هو. شوفت عاد. أما قضية معرفة الله عز وجل فهذه مسألة ثانية، هي خفف عنها في أن لا تأتي إلى المسجد في ظروف، ولكنها إذا كانت عارفة بالله عز وجل فهي أيضا من العارفين. ولنا في رابعة العدوية خير مثال، إن صدقت الروايات في هذه الأشعار، ولا بد أنها تصدق على الأقل في بعضها، فآثرت حب الله عز وجل. ومما ذكر على لسانها والله أعلم، قالت: كذبت ورب البيت لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. اعتبرت أن هذه الحمائم، أن هديل الحمام هو نوع من إيه؟ من البكاء. فالأولى أن تبكي هي محبة وشوقا. ونرى الحمائم على يعني على مسطحات وأسقف المسجد الأقصى وعلى الموازين وعلى الأشجار، فنتذكر: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يا جبال أوي بمعه والطير. إذن لها عالم من التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبحان الله، هذه العوالم التي نراها أمم أمثالكم، فهي تسبح، هي تسبح. الكون استسلم لأمر الله عز وجل، ولم يبق إلا الإنس والجن. هنالك اختيار، فمن اختار واستسلم كان منسجما مع هذا الكون الذي يسبح الله عز وجل، فسبحوا الله عز وجل. سبحان الله. ولا يشتاق لهذه اللذة غيرهم، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقي مع المحرومين في أسفل السافلين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ولا يشتاق لهذه اللذة غيرهم، لأن الشوق بعد الذوق. من ذاق؟ العالم، الناس، في القضايا المادية، في الأطعمة، في الأشربة، إن ذاق عاد. يعني مرات أرى كان هنالك طابور طويل عند بائع الحلوى في نهاية سوق العطارين عند الباشورة، وماذا كان يعمل؟ هي عجينة صغيرة يقليها ثم يغمسها. نعم، العوامة هذه. وكان يبيعها للناس في علب الأحذية، تعرفوا بالسوق هناك يبيعون الأحذية، فتبقى الكرتون العلب صناديق الأحذية، فيضع العوامة في صناديق الأحذية، والناس يسرون، وطابور طويل جدا. لماذا؟ لأنه إما أنه ذاق فعاد أو سمع
عن بعد فوقف مع القوم أيضا يريد أن يتلذذ بما تلذذوا به. في قضية دنيوية وضعت اللذة، وضعت اللذة ما يتلذذ به الناس في صناديق الأحذية، وأقبلوا عليها واصطفوا طابورا طويلا. لا مقارنة ولا تشبيه، بعيد جدا، لأن الناس تظل تنظر إلى الأرض، والأصل فيها أن تنظر إلى السماء، ليس وأنت تمشي بحيث تدق، يعني يدق عنقك، يعني لا، القضية هي أن تعرف الله عز وجل، ويكون هذا البعد حاضرا، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، أن ترى كل شيء، حقيقة التوحيد أن ترى كل شيء من الله عز وجل، كل شيء، كل شيء. بيان الدواء الذي به ينفى مرض الحسد عن القلب. اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، يعني الناس إذا مرضت شوية سعلة كح تقبل على أدوية، شوية التهابات تقبل على أدوية، لا تترك شيئا إلا وتأخذ حتى تشفى. وشفاء أمراض القلوب أولى، شفاء أمراض القلوب أولى. ولا تداوى أمراض القلوب، قال اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة القلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل، بعجينة العلم والعمل. العلم وحده لا ينفع، والعمل وحده بلا علم أيضا لا ينفع. والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين، بل ينتفع به في الدنيا والدين. ومهما عرفت هذا عن بصيرة، لم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فرقت الحسد لا محالة. عجيب، يحسد الإنسان فيكون عدو نفسه، ويغتاب الناس فيكون عدو نفسه، ويحلف يمينا غموسا فيكون عدو نفسه، ويأكل الحرام فيكون عدو نفسه. أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله، فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى، وكرهت نعمته التي قسمها لعباده، وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته. وكيف لا يكون عدلا؟ الله عز وجل قال لبيل جيتس خذ، قال لستيف جوبز قال له خذ، وقال لوارن بافيت قال له خذ، وإيلون ماسك قال له خذ. عدل الله عز وجل المطلق، لأن الظلم أن تتصرف في ملك الغير، تدخل على أرض غيرك فتأخذ قطعة من الأرض أو شيئا من خضرتها أو فاكهتها بلا إذن، تدخل على محل وتأخذ من المحل أو تأخذ المحل، تصادر الأرض. أقرت إحدى محاكم الاحتلال مصادرة الأراضي، كانت قضية بجانب بيت إيل جانب رام الله، أقرت المحكمة، يعني قانون الأصل، أقرت المحكمة مصادرة الأراضي، أراضي ملكية خاصة يعني للفلسطينيين. قالوا إذا كان ذلك بحسن نية، قالوا إذا كان ذلك بحسن نية، ما هي المصادرة موجودة موجودة يا أخي، بدك تصادر، بدك تصادر صادر، أما بحسن نية هذه جديدة علي، تصادر أرضا لغيرك بحسن نية، بحسن نية، إذا كانت لخدمة الحق العام، نعم
لكن ليس من الاحتلال. يعني يوم الأيام قد تأتي الدولة على واد قدوم عنا في شرقي القدس، شارع صغير جدا، يعني لابد أن تقف سيارة حتى تترك سيارة أخرى إيش تمر. تأتي الدولة المحترمة وتقول للناس تعالوا هاي عمارات بدل العمارات، وأفضل وأجود. ثم تأتي لهذه البيوت في واد قدوم، شو بتعمل تعمل فيها الآن؟ تحرثها وتوسع إيش؟ هذا بحسن نية، هذا إيش؟ هذا بحسن نية لخدمة الناس جميعا، مش لخدمة المستوطنين ولخدمة لابد حتى يحصل سلم. ها هنا حتى يحصل سلم. أنا ألخص لك إياها، حينما نصل جميعا نحن وإياهم إلى أن نفهم أن لكل إنسان حق نصيب حصة في الماء مثلا، بغض النظر عن دينك وعن حصة واحدة من الماء لكل شخص، بغض النظر عن إيش؟ عن الدين وعن القوة، وقوة ناعمة وقوة مش ناعمة، لا، ومين ضغط بدون ضغط، أن تصل إلى قناعة أنه إيش؟ لابد أن يكون هنالك مساواة. المعنى أنه لا يحرم الناس، يعني أهل أريحة يقال أعطوهم 4000 متر مكعب من المياه زيادة في كل يوم، مدينة صارت أريحة مدينة ضخمة جدا، ماذا ستفعل؟ إذن الناس الظلم هو أن تصرف في ملك الغير، صحيح؟ ولا يصادف الله عز وجل ملكا لغيره، الظلم أن تصرف في ملك الغير، ولا ملك حقيقي لغير الله عز وجل، لا ملك حقيقي لغير الله عز وجل. فتقول هذا البيت، تكتب على مدخل البيت الملك لله، ولو واحد وقف السيارة أمام البيت في شارع عام تطلع له بالسلاح. طب أنت مكتوب على باب الدار الملك لله، شوية خفف. إما تركك وإما تتركه، ومن وصل إلى يوم القيامة تركا معا. وعدله، عدل الله عز وجل الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، فاستنكرت ذلك واستبشعته، وهذه جناية على حدقة التوحيد، وقذن في عين الإيمان، وناهيك بهما جناية على الدين. وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين، وتركت نصيحته، وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباد الله تعالى، بل في حبنا الخير لجميع البشرية، بل في حبنا الخير لجميع البشرية. يعني يا حبذا يوم الأيام أن نشاهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهذه البشرية وأن يهديها سبل الرشاد، سبيل الرشاد، الصراط المستقيم. إن حصل شيء في بنغلاديش، إن حصل شيء زلزال في تركيا، إن حصل فيضان ما أعرفش، إن برت الدول الغربية وأرسلت فرقها لتبحث عن من تحت الردم مثلا في الزلازل، وتبعث المعونات وتبعث، ورأيت مثلا سفينة كاملة من القمح الأمريكي ضخ ضخا بعض الحبوب، سفينة عنابر يضخ فيها ضخا، أرسلت إلى جيبوتي. طب معنا أموال، تركنا الفقراء في بلادنا ولدينا أموال ولدينا أراضي، فلعلنا نستثمر في هذه الأراضي، أراضي الجيران، يعني فلنكف عن إرادة الشر تجاه الجيران بسبب حدود مصطنعة، مش هيك؟ ثم ألا يكون هنالك عند الدول العربية والإسلامية فرق إنقاذ عايزين يدربونهم فرقة، ويكون معهم طيارات جاهزة وأدوات، و
حتى إذا حصل شيء في أي دولة ما هي إلا ساعات حتى ينزلوا في مطارها الفرق المتخصصة، زلازل مثلا، مع الكلاب التي تبحث عن البشر تدريبا أمواتا وأحياء. قال: وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباد الله تعالى، وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا، يعني يحبون البلية وزوال النعم عن المؤمنين، وهذه خبائث في القلب، تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب وتمحوها كما يمحو الليل النهار. وأما كونه ضررا عليك في الدنيا، وأنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به ولا تزال في كمد وغم، هم وغم، إذ أعداؤك لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فتبقى مغموما محروما متشعب القلب، مشتت الفكر، ضيق الصدر، قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت في الحال، أو فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقدا، أنت تريد الهم والغم لغيرك، جاءك الهم والغم والعياذ بالله. قال: نقدا في الحال ليس مؤجلا، ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك، ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع، فكيف أنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة؟ فما أعجب من العاقل أن يتعرض لسخط الله تعالى من غير نفع يناله، بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه، فيهلك فيهلك دينه ودنياه، أو فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. وأما أنه لا ضرر فيه على المحسود في دينه ودنياه فواضح، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدر الله تعالى من إقبال ونعمة فلابد أن يدوم إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه، فلا حيلة في دفعه، بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل أجل كتاب، ولكل أجل كتاب. ولذلك شكى نبي من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق، فأوحى الله إليه: فر من قدامها حتى تنقضي أيامها، أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره، واصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها، ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة. أنت تعاني من فلانة، هاي القصة، قال له: انتظر، وأنت تنتظر، وأنت تعاني من فلان، انتظري. يعني من كان يسيء إلى زوجته ولا تريد الانفصال بسبب أولاد، بسبب ما هي الأيام؟ ما هي الأيام إلا أيام، سرعان ما تأتي يأتيك لقبان، يعني أو لقب وحال، أرملة وحرة، أرملة وحرة، والعكس صحيح، هذا في الأزواج وفي الشعوب. من ظلم أيام، انتظروا حتى، مش قضية انتظار بالمعنى السالب، كن سلبيا، لا، اصبر، ما هي إلا أيام. إن لم يكن، قد تستغربون، هل تتذكرون كيف انهارت منظومة دول المعسكر الشرقي؟ دول المعسكر الشرقي انهارت كلها دفعة واحدة، من كان يتوقع؟ لا أحد. من كان يتوقع؟ انهيار الاتحاد السوفيتي، ستالين،
انهار الاتحاد السوفيتي وانهار الدول المنظومة الشرقية، انهارت كلها دفعة واحدة أيام. ولذلك عد إلى العدل في الأسرة وفي المجتمع وفي العلاقات الدولية كما يقولون، العدل، العدل صمام الأمان للدول وللشعوب وللأسر للمجتمعات. الله عز وجل ينصر الدولة العادلة، الله عز وجل ينصر الدولة العادلة. إذن ما قدرناه في الأزل لا سبيل تغيير، فاصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها. ومهما لم تزل النعمة بالحسد، لم يكن المحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة. ولعلك تقول ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدي، وهذا غاية الجهل، فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك، فإنك أيضا لا تخلو عن عدو يحسدك. لو كان الحسد له هذا المفعول، كثير من الناس يظن أن الحسد، قال لما حصل له، قال حسدا، لو كان هذا صحيح لكانت هذه القضية عامة في الناس، لا يخلو المرء عن حسد. أنت لا تخلو من نعمة ولا تخلو من حاسد، وأنت الحمد لله بنعم كثيرة، ولا يضرك حسد إيه؟ حسد الناس، إنما يضر صاحبه. فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم تبقى لله تعالى عليك نعمة ولا على الخلق، ولا نعمة الإيمان أيضا، لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان. قال الله تعالى مخبرا عن حسدهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا، إذ ما يريده الحسود لا يكون. نعم، هو يضل بإرادته الضلالة لغيره، فإن إرادة الكفر كفر، فإن إرادة الكفر كفر. فمن اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنه يريد أن يسلب نعمة الإيمان بحسد الكفار، وكذلك سائر النعم. وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك، فهذا غاية الجهل والغباوة، فإن كل واحد من حمق الحساد أيضا يشتهي أن يخص بهذه الخاصية، ولست بأولى من غيرك. فنعمة الله عليك في أن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها، وأنت بجهلك تكرهها. يعني لما يفعل الناس ليس فقط الحسد، لما يقومون بعمل السحر لغيرهم؟ لما يقومون حسدا يريدون زوال نعمة عن فلان من الناس، فيلجؤون إلى هؤلاء العرافين، وهو مضيع للدين، يضيع دينه في أن يعمل عملا سحرا لفلان، من جار، من قريب، من بعيد، من سحر. اشتكى رجل أمام جماعة اللي هي الجاهة، اشتكى أمامها أن زوجته قامت بعمل سحر له، ووجده في حديقة البيت، يتهمها. فقالت أمام الجاهة ذاك سحر دفناه معا، عملوا سحر هو إياه للجيران ونسي حضر جنابه، مع المدة ضربت معه الذاكرة، نسي أنه هو إياها إيش؟ فضيحة ولا مش فضيحة؟ طيب، هو ارقي نفسك بالقرآن الكريم، وادعو الله عز وجل قبل أن تخرج من البيت، وادعو الله عز وجل حينما تدخل البيت، هنالك دعاء لدخول الخلاء، دعاء للخروج من الخلاء، هنالك دعاء عند
تناول الطعام، وإذا نسيت في منتصف أو في لحظة من لحظات إذا تذكرت قلت بسم الله أوله وآخره. فبسم الله، بسم الله هذه الحياة، بسم الله حركتنا في الحياة، مدام بسم الله أوله وآخره. وفي الطعام، طب الأسرة إذا نسيت ولم يكن على زمالك أنك تصلي ركعتين ليلة العرس سنة ولم تسمي، قل بسم الله أوله إيش وآخر. والمنجر اللي فتحته ما قلتش بسم الله، بسم الله أوله وآخر. والعيادة بسم الله أوله وآخر. ومكتب المحاماة بسم الله أوله وآخر، على أساس أنك لن تدافع عن الظالم، أو إذا دفعت عنه بمعنى أنه لا يظلم، يعني العقوبة بقدر إيش الجرم، فلا يكون زيادة فيها مثلا. بسم الله أوله وآخره. العمل والقول وحركتنا الاجتماعية، نشاطنا، الظواهر الاجتماعية، ظواهرنا الاقتصادية، كله بسم الله أوله وآخره. وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح، والمقال طويل وقد أدركنا الوقت، والحديث تتم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.